علي ومراته سالي حسين، هم هيشاركونا برأيهم وهنعرف منهم مين اللي تابعه صعب او مين اللي تابعه اصعب من التاني. ازيكم الاول ونورتونا. شكرا جزيلا وشكرا على الفرصه. مين فيكم طبعه صعب، استاذ محمود ولا سالي؟ ايه الشبكة بتقطع، بتقولي ايه؟ اوكي. افاجئ، الشبكة قطعت دلوقتي. السؤال هو بيقطع، السؤال بيقطع. انا ما بسمعش كويس. لا والله. لا يعني ما اعتقدش ان حد فينا طبعه صعب، بس هي الفكره ان زي ما كان الاساتذه بتقولوا مع حضرتك ان كل واحد فينا متربي ومتعود على شويه حاجات، لما بيجي نرتبط بشخص اخر بيبقى دايما بيحصل شويه زي ما نقول في الاول شويه صدمات خفيفه لحد ما نتعود على بعض. احنا بنتعود ونأقلم نفسنا، مش بنتنازل عشان حاجه، احنا بنعود نفسنا ان احنا حابين ان العلاقه تكمل وحابين ان الحياه تستمر، وعمرنا ما دخل مش احنا مش داخلين حرب مين فينا اللي يكسب مين فينا. بص يا استاذ محمود، ده كلام جميل جدا جدا وانا مبسوطه قوي ان انتوا يعني مقتنعين بيه. انت مقتنعه بيه يا سالي برضو صح؟ جدا جدا. سالوها اه جدا. طب ابتدينا فعلا من اول علاقتنا احنا عايزين نبني سوا ونبقى مع بعض، ده كلام زي الفل. تعالوا ندخل في العملي بقى، تعالوا ندخل في العملي. اه يعني والله في الواقع وبدون قسم والله صدقيني احنا اللي بنقوله قدام حضرتك هو اللي احنا بنعمله في حياتنا، بنعمله في الواقع في الحقيقه فعلا. بس يعني حاجه لو في جنب حضرتك خشب او حاجه يعني ده موجود عشان على الهواء. بخرتكم مش بيعملوا. طب قولي لي يا سالي، ايه الحاجات فعلا من اول علاقتنا، ايه الحاجات يا سالي اللي في علاقتك او في عاداتك مختلفه عن عادات جوزك وبالتالي خلت فيه اختلاف في الطباع اكتشفتوها مع اول جواز؟ كنتوا بقالكم قد ايه متجوزين الاول؟ بقالنا 9 سنين. ما شاء الله. ايه بقى العادات اللي كانت مختلفه يعني في التفاصيل اللي ممكن يبقى حد شايفها حاجات بسيطه بس لما تعيشي فيها تلاقيها لا بتضايق؟ يعني شويه عادات بسيطه جدا زي ما انت كنت بتقولوا، بينام في الضلمه وانا بنام في النور. انت بتنامي في النور فعلا؟ بحب يبقى فيه نور لازم. وهو بيحب الضلمه القاتمه، ما يبقاش عالي قوي لازم اضلم. وايه كمان؟ التكييف ما يكونش عالي قوي. التكييف ما يكونش عالي. الحاجات البسيطه دي عملتوا فيها ايه بقى؟ فانا بقيت هو وافق ان انا احط لمبه صغيره جنبي والناسه وانا بقيت بتغطى عشان هو يشغل التكييف. طب حلو. بص عملوا حلول وسط. هل انتوا قعدتوا قلتوا انا هشغل نور بسيط فانا كده انت عملت لي حاجه كويسه وفي المقابل انا هسيبك تولع التكييف وانا هتغطى، ولا الموضوع جه كده يعني من غير اتفاق؟ لا هو الموضوع يعني ما كانش باتفاقات، وده في حياتنا عموما احنا دايما بنقول اي صدام هندخله صغير او كبير احنا الاثنين هنبقى خسرانين، هنبقى متضايقين من بعض وخسرانين، البيت هو اللي هيبقى خسران. فلا احنا دايما بنحاول نلاقي حاجه وسط بيننا احنا الاثنين. مفيش حاجه انا اتنزلت المره دي وانت اتنزلت المره دي، لا الحمد لله. يعني لا بنحاول دايما نتفق على حاجه واحده. طب نفكر سوا، يمكن ده الاحسن، يمكن ده الافضل. بس الحمد لله الامور ماشيه معانا من الاول، بجد بنطبق ده فعلا في حياتنا. طب يعني لو هقول لكم نصيحه تقولوها للمقبلين على الجواز، انتوا بقالكم 9 سنين فقطعتوا ما شاء الله يعني ايه شوط حلو كده، لو هتقولوا نصيحه للمقبلين على الجواز او اللي لسه متجوزين قليل واتصدموا بقى بالتفاصيل الصغيره دي تنصحوهم بايه؟ نبدا باستاذ محمود. طيب يعني اول حاجه لازم الاختيار يكون قدر الامكان صح، مش هقدر اقول لك صح 100% لان هو في الاول وفي الاخر زي ما بيتقال في المثل هو بطيخه. يعني احنا في فتره الخطوبه وفتره التعارف والفتره اللي احنا لسه بنشوف فيها البعض الفيرست امبريشن زي ما بنقول، هي دايما كل واحد فينا بيحاول يظهر احسن من التاني. زي ما بيجي موظف يشتغل في شركه هو في الفتره الاولانيه بيبقى راجل ملتزم وهايل، او في الانترفيو بيبقى شخص ما حصلش ويعني نرفع له، وبعد كده بتلاقي عيوبه يشتغل فعليا ويبتدي يتحط في مواقف يبان بالظبط كده. فنحاول قدر الامكان اولا ما تبقاش فتره الخطوبه قصيره ولا طويله، يعني مش نتخطب بكره ونتجوز بعد بكره، ولا نقعد 3 4 سنين عشان ما نملش،
ثانيا كل واحد فينا يبقى عنده القدره انه يحط الثاني في بعض المواقف اللي هو شايف هتضايقه فيما بعد، هيتصرف فيها ازاي وهيتكلموا مع بعض ازاي. اكتر حاجه ممكن تحل اي مشكله ما بين اي حد ايا كان ايه علاقتهم هو الكلام، احنا نتكلم سوا. انما كل واحد فينا هيبتدي يحط في دماغه تخيلات وتوقعات واحتمالات، اتاكد مليون في الميه ان هي هتحصل. سالي تكملي على كلام استاذ محمود، تقولي ايه برضو نصيحه؟ نصيحه ان هم لازم يتكلموا سوا، لازم نحاول نوصل فعلا لحلول وسط بينا. ما ينفعش انا متمسك برايي وابقى داخل حرب، لان الحرب دي ما حدش هيبقى كسبان منها، بالعكس البيت هيكسب. فلا، احنا الاثنين داخلين نبني، ما ينفعش في النص نهد. سالي واستاذ محمود بنبني، لازم نساعد بعض. ان ايه اخر نقطه؟ بس حاجه قبل ما نخلص. يلا قول. انا بس كنت عايز اضيف حاجه صغيره، ان مش معنى ان احنا بنتكلم في كل حاجه ان مفيش شويه حاجات كده لا دي بتاعتك ولا دي بتاعتك. يعني بمعنى في حاجات معينه في البيت انا ماليش علاقه بيها، انا هعرف فور انفو، هعرف فور ان انت اوكي عرفتيني، انما طبختي ايه، عملتي ايه، دي تفاصيلها هي، مالكش انت دعوه. زي مثلا لما وفي حاجات معينه لا القرار ده بتاعي ما فيهوش رجعه، انا اللي هقوله لان ابعاده انا شايف منها اكتر. ده زي ايه بقى؟ اديني مثال كده. انت اديت مثال الطبخ ليها، المثال الثاني ليك ايه؟ يعني مثلا حاجات ليها علاقه باختيار هدومك. يعني في مش معنى ان انا مخبي انقذه، مش معنى ان انا مخبي مصروف البيت، بالعكس انا انت مصروف البيت بتقول ايه؟ حاجه معروفه ودخلي معروف، لان في الاول وفي الاخر احنا في مركبه واحده، طب هنقعد نداري. فانت قرارات ترتيب المصروف البيت دي بتاعتك انت مثلا. بصي يعني هو ده الدخل اللي احنا هنتعامل بيه، توزيعه جوه ازاي بقى انجوي. يعني تجيبي لحمه النهارده ما تجيبيش، تجيبي سمك تاكلينه، بس انت بتحدد القيمه وهي تكمل. تمام، انا بشكركم، شرفتونا ونورتونا، وكانت من تجربه واقعيه. هي ناس عايشه متجوزين اهم الحمد لله بقالهم 9 سنين، عرفوا ازاي يتاقلموا على الطباع واختلاف طباعهم، عرفوا يوصلوا لنقطه وسط، قالوا نصايح لحضراتكم من القلب للقلب. انا بشكركم جدا.